تحت رعاية السيد إلياس نينو الرئيس السابق لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، أقيم على مسرح فؤاد يغنم في مبنى المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في منطقة الشميساني بعمان حفل تخريج الفوجين 15 و16 من برنامج التأهيل الديني التابع لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، بحضور عدد من الآباء الكهنة وذوي الطلبة وجمع من المدعوين. شابات وشباب في عمر الورد تركوا ملاذ الحياة ليرتشفوا الحب من معشوقهم الرب يسوع المسيح. نساء ورجال زادوا أعباءهم اليومية ليستزيدوا معرفة بالذي ضحى من أجلهم. أحبائي الخريجين، قضيتم قرابة 2.5 عامين ذقتم بها الحلو والمر. أنتم لم تدرسوا علما ومعرفة فقط، بل طريقا لحياة أبدية، وقد تعلمتم من خلال الآباء الأجلاء والمدرسين الذين جاهدوا معكم حبا بالمسيح أنه لا خلاص خارج الكنيسة. فلنتمسك معا برجاء خلاصنا. الآن ابتدأ مشواركم، لقد أخذتم زوادة صغيرة من خلال دراستكم لتبدأوا مسيرة الخدمة في الكنيسة في أي مجال ترون فيه القدرة على عملها: الترتيل، مدارس الأحد، الشبيبة، لجان الكنيسة والسيدات، أيا كان، المهم أن تستثمروا وزنتكم ولا تطمروها. وألقى راعي الحفل كلمة دعا فيها الخريجين إلى بث ما تعلموه ليفيدوا به مجتمعاتهم وعائلاتهم، خاصة في هذا الوقت الذي تنتشر به البدع والافتراءات. أبنائي الخريجين، أنتم مستقبل كنيستنا ومدعوون للقداسة التي يمدنا بها الروح القدس لتكون قوة تجددية في الكنيسة والمجتمع، ومختارون من السيد له المجد، فتتشبهون بقديسيه الذين نعيد لتذكارهم هذا اليوم المبارك، والذين قبلوا منعة الله وأقرنوها بجهاد غير منقطع لنشر كلمته المقدسة التي تعلمتموها. وليكن هدفكم العمل والسعي لامتداد ملكوت الله على الأرض، وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. وفي كلمة روحية قدمها الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش قال فيها: إن كل شيء يتم بروح إلهية، لأن بحلول الروح القدس في عيد العنصرة وإنشاء الكنيسة أصبح عمل الروح القدس أن يطهر نفوسنا وينير قلوبنا ويقدسنا ليتم فينا قول الرب: كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. علينا أيها الأحبة أن نستدعي باستمرار عمل الروح القدس لقلوبنا حتى نعيش كما يجب، حتى نصبح نحن أيضا قديسين وقدوة لعائلاتنا ولأبنائنا. لذلك أيها الأحبة، عيشوا ما درستوه، احيوا في الرب، كونوا قريبين من الكنيسة ومن الأسرار، كونوا أحياء لا سامعين فقط في الكلمة بل عاملين فيها، حتى تستطيعوا أن تنقلوا الروح القدس وأن تصبحوا مغناطيساً جاذباً للآخرين لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وخلال الحفل قدمت جوقة القديس نيقلاوس الصريح باقة مميزة من التراتيل البيزنطية بأصواتهم الشجية، كما تم عرض فيلم قصير تناول مسيرة مركز التأهيل الديني منذ تأسيسه والهدف الذي أقيم من أجله، وهو تدريب خدام مدارس الأحد ومعلمي التربية الدينية. وألقى الطلبة كلمات تضمنت عبارات الشكر والتقدير لجهود الكادر التعليمي والإداري، كما تخلل الحفل أغاني وفقرات موسيقية تلاها تسليم الدروع والشهادات للطلبة المتفوقين والخريجين. ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يتيح للطلبة ممن أنهوا المقرر الدراسي مزاولة التعليم الديني المسيحي في المدارس والكنائس.